رمضان السنة هاي لا يقارن مع أي سنة من السنين السابقة، يعني بتقدر تقول اختلفت الأمور في حوارة لا يقل عن 90%. حوارة محاصرة من جميع الجهات، حطوا حوارة بوابات، الأحداث اللي كانت تصير، إغلاقات حوارة من قبل الجيش لمدة 65 يوم أثرت على الوضع في حوارة. فحوارة حاليا تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، زائد البوابات اللي حطوهن منعوا الناس تيجي لحوارة، الجيش والمستوطنين منعوا الناس تيجي على حوارة، فحوارة نزل فيها للشغل والاقتصاد لا يقل عن 90%، زائد 65 يوم إغلاق من يوم الحرب، 100% إغلاق حوارة، دمرت دمار كامل. الله يعين أهل حوارة، ونحن من ناشد المؤسسات والجهات المعنية إنها تساعد على عودة الحركة في حوارة، إنها تخفف العبء من على أهل حوارة وأصحاب المحلات. دائما الحركة التجارية في حوارة معروفة كانت شيء ممتاز، بس حاليا يعني ما بتقدر تحكي عنها جيد. طبيعة الحال، الحواجز، الإغلاقات، الناس تخوفهم من المرور من حوارة وتفضيلهم المرور من الكرة المجاورة، طبعا بيأثر على الحركة التجارية بحوارة. مسألة من أهل البلد إنه تشجع أهل البلد وينزلوا على الشوارع ويمشوا ويتحركوا حياة طبيعية، وأي شيء يفيد أهل البلد قبل ما يطلعوا برية البلد، وهيك الناس بتصير تشجع بعضها إنه حوارة ترجع زي ما كانت وأحسن إن شاء الله. هاي الحواجز إلها دور ثاني بحال حدوث شغلات مثلا عمليات زي ما بيحكوها أو إشي، إنهم يسكروا على البلد، هاي بتضرب البلد، إشي طبيعي لأنه إذا إنهم سكروا بواب واحدة حوارة بتصير زيها زي حارة، ما بتصير بلدي ولا بتصير فيها شارع رئيسي، بتصيروا الناس يلفوا عن الشارع اللفافي، وحوارة بتصير عبارة عن دار مسكرة بمفتاح، وبتأثر عليها كثير. الخسائر ما بتقدر تحسبها لأنه إحنا يوم يوم كنا نشتغل، ويوم يوم كان يجي لنا مصاري، ويعني كثير الخسائر. تغير محل مسكر نص سنة، شو بيكون يعني خسارته؟ ما بيقدر يحصيها.